تشكل أنفاق غزة كابوساً مزعجاً للجيش الإسرائيلي، إذ حصدت حياة العشرات من جنوده في أثناء غزوه شمال القطاع، وهو ما بات يقلق قيادات الجيش الإسرائيلي، حيث كشفت بلومبرغ عن سياسات إسرائيلية جديدة خلال حربها على غزة ومحاولة تحييد خطر الأنفاق. فجواً تسعى الطائرات الإسرائيلية إلى محاولة كشف هياكل الأنفاق، لكنه لم يكن كافياً لنزع القلق من الجنود الإسرائيليين من شبح الأنفاق، حيث تسعى منظومة كاملة من الجرافات والروبوتات والكلاب والقنابل الإسفنجية لمحاولة اكتشاف وتخريب تلك الأنفاق. لكن يبدو أن كل هذه الإجراءات الإسرائيلية لم تنجح أيضاً، إذ سعت تل أبيب إلى طلب المساعدة من الشركات الخاصة والناشئة لمحاولة اكتشاف الأنفاق عبر الأقمار الاصطناعية.